بونجور، نحن يا شاطرين عم نحل اليوم بهالمحاضرة، رح نحل النيميرو 2 والنيميرو 3 بدرس الفراكسيون. طيب بنيميرو 2 شو بيقلنا؟ لي لا فراكسيون بدنا نقراهم بالأول. ديتيرمين لي نيميراتور لي دينوميناتور، بدنا نحدد النيميراتور والدينوميناتور. اي كولوري لا بارتي كي ريبريزونت لا فراكسيون، بدنا نلون البارتي اللي بتجزئ اللي بتمثل هيدا الفراكسيون. يعني اول شيء رح نجاوب على اخر سؤال، بدنا نلون 3، عندنا 3 سور 7، بدنا نلون 3 من اصل 7. اوكي هيدي 1 2 3، هيدا بيمثل 3 سور 7، يعني احنا بدنا نلون 3 من اصل كلهم 7، هن 1 2 3 4 5 6 7. فهيدي بالنسبة لآخر بارتي. بدنا نحدد النيميراتور والدينوميناتور، عنا 3 سور 7، عندكم النيميراتور هو اللي فوق يعني هي 3، النيميراتور إنها هي اللي فوق يعني 3، والدينوميناتور هي اللي تحت اللي هي 7. أوكي طيب بالنسبة للي فوق بيقلنا لي، هيدي بنقراها 3 سور 7. عندنا هون تاني وحدة 1 سور 3، فالان سور 3 بنعرف النيميراتور هي ال 1 سور 3، عندكم النيميراتور مش رح نعملهم كلهم بس اول اتنين، النيميراتور هي 1 والدينوميناتور هي 3. فهون بدنا نلون واحد من اصل 3، فمنلون بس اول وحدة، عينا 1 سور 3 يعني منلون واحد. دي سور 4 بدنا نلون 2 من اصل 4، 1 2 لونتهم بعض عن بعض. طيب هون ال 2 هي النيميراتور وال 4 بنقلها دينوميناتور، نحن معش هون معش نكتبهم كلهم. هون 4 سور 9 بنلون 4 من اصل 9، هيدي 1 هيدي 2 وهيدي 3، وهون رح نلون الكاتر فوق. فمثل ما قلنا بنقراها هي 4 سور 9، الكاتر هي النيميراتور والناف هي دينوميناتور. هون 5 سور 6 كمان، 5 هي النيميراتور وال6 هو الدينوميناتور، فمنلون هون منلون 5 من اصل 6، يعني منلونهم كلهم ما عدا واحد. هون يمكن لونا 5 سور 6، هون 2 سور 5 كمان، 2 هي النيميراتور بدون ما نكتبهم و 5 هي الدينوميناتور، كمان بدنا نلون من اصل 5 كلهم هن 5، هن 1 2 3 4 5 بنلونا 2. طيب بالنسبة لهلا النيميرو 3 بيقلنا عكس النيميرو 2، دون شاكان دو كا سويفون كيل لا فراكسيون كي ريبريزونت لي فيغور كولوري. شو يعني عكس النيميرو 2؟ بالنيميرو 2 هو عطانا الفراكسيون وقالنا لون لون الشيء اللي بيمثل الفراكسيون، هلا عطانا هو الفيجور رسمه ونحن بدنا نطلع الفراكسيون، عطانا اياه ملون خاص ما نطلع الفراكسيون. طيب بالنسبه لاول وحده بالان بتحسبوا بالان بس هود السيركل، عندكم 1 2 3 4 5، 5 ملونين من اصل كلهم هن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، معروفين 10. بتاني وحدة هن 1 2 3 4، 4 هن كولوري ملونين من اصل 1 2 3 4 5 6 على 6. بتالت وحدة عندنا هن 1 2 3 4، 4 ملونين من اصل هون 3 6 و 3 9 9 كفو 10 11 12 13، 4 سور 13. هيك بنكون خلصنا نيميرو 3.